انت فيكتور يو كيف بتطلعي بالماجنيتيود؟ مش راديكال 5 سكوير زائد 6 سكوير؟ هون نفس الشيء اليو تي واليو ان يا صبايا هن فيكتورز، فالماجنيتيود لاي تي بتكون راديكال 5 سكوير زائد 6 سكوير. هذا شيء مره مثلا ممكن كيف يجي السؤال مثلا؟ اوكي ممكن كيف يجي السؤال مثلا اعطيتك ار اوف تي مثلا، يعني اذا شي مره مثلا كان معك قيمه الانستنتينوس اكسلريشن على نقطه محدده وقيمه الاي ان، كيف بتطلعي اي تي؟ بتصير بترفعي هاي الايكويشن سكوير اوكي، ساعتها الاي تي سكوير هي هاي دي ماينس هاي اوكي. اكزامبل اكزامبل يا صبايا هيدا الاكزامبل او اوكي هيدا الاكزامبل. هلا جيت قلت لك طلعي لي الاكسلريشن ات تي ايكوال 1، اكيد هي اول شيء اللي هي الديريفاتيف مظبوط اوكي، بنرجع بنطلع الديريفاتيف مره ثانيه بتطلع الاكسلريشن. ديريفاتيف يا صبايا لانه كونستنت، طلعت معي الاكسلريشن كونستنت. طيب جيت قلت لك طلعي لي الاي تنجنشال، يعني ات اني انستنت تي هي 6، قلت لك طلعي لي الاي تنجنشال. تنجنشال بدك تطلعي الماجنتيود لهيدي. اي تنجنشال بتكون الديريفاتيف. ضرب 2 72 طلعت اي تنجنشال فاذا هيك بكون طلعت الفورمولا لاي تنجنشال. اكيد هيدي بتعملها ديريفاتيف مثل ما عودتك اللي هي جي باور هاف، ديريفاتيف لها هاف جي برايم جي باور هاف ماينس 1 بتطلع. جيت قلت لك طلعي لي يا صبايا اوكي، جيت قلت لكم يا صبايا طلعوا لي ات تي ايكوال 1 قيمه الاي نورمال. هلا اي نورمال بتساوي في سكوير على ار. بشكلي انا فيني اعوض تي ايكوال 1 بالماجنتيود للفي بطلع اللي بعملها سكوير، بس قديش الار؟ ما معي الار، فشو لازم اعمل؟ لازم استفيد من القاعده الثانيه. قيمة الـ A على أي نقطة هي 6؟ تنجنشال هيدي قاعدتها، بعوض فيها T equal 1 تطلع 72 على راديكال 2 4 زائد 36، يعني A تنجنشال. تنجنشال ات تي ايكوال 1 وصار معي اي توتال ات تي ايكوال 1، صار فيني اطلع اي نورمال هي تنقيصهم. طلعتي اي نورمال صار في اسالك عن الراديوس لانه بتعوضي في ايكوال تي ايكوال 1 اوكي، يعني بتنتبهي لهيدي القاعده. هلا يو تي ويو ان رح نسجل فاذا يعني يو تي ويو ان هني بس انه مثلا افترضي انا هيدا الموشن هو هيك شكله اوكي، يو تي هو يونت فيكتور على طول بيكون مثل الموشن، يعني مثلا افترضي انا عم بشتغل على هاي النقطه اوكي، فيلوسيتي فيكتور كيف هو؟ مش انا هيدا الفيلوسيتي فيكتور فيني اكتبه كاي وجي، فيني اكتبه ان تيرمز يونت فيكتور اسمه يو تي. يا صبايا هو يونت فيكتور على طول، اليونت فيكتور بتكون الماجنيتيود اللي له 1 اوكي، مثله مثل الاي
الاي والجي، يعني مثله كيف الماجنيتيود للاي ايكوال 1 ماجنيتيود ليو تي ايكوال 1، يعني بلا ما تكت بالفي هو على طول بيكون عنده نفس الدايركشن مثل الفي. يعني مثلا على هاي النقطه كيف الفي يكون مثله بس ماجنيتيود ال 1. هذا هو الفرق بين الاي والجي. الاي والجي عندهم كونستانت دايركشن، يعني انا مثلا اذا عندي هيدا الموشن هيك، بينما عطول اليو تي بيتغير، هو عطول اليو تي مثل الفي، يعني هو تانجنت للتراجكتوري، يعني هون اليو تي هيك هون اليو هيك. اوكي، فاذا هو عطول بيغير دايركشن معي، كلير؟ فانا الفي بلا ما اكتبها ان ترمز اوف اي وجي فيني اكتبها بطريقه ثانيه، بس مش انت كنتي عم تكتبيها كاي وجي، فيني اكتبها كماجنيتيود في يو تي. ما انا ما هو مش الفي واليو تي عندهم نفس الدايركشن، مش اوكي؟ ف يعني مثلا ممكن تكون الفي هي خمس مرات اليو تي، هاي الخمس مرات هي الماجنيتيود للفي، اوكي؟ هيدا اليو تي. فاذا يعني وبالاكسلريشن بيبقى هو بذاته، يعني هيدي مثلا نفترض مش هيدي الفي، اكسلريشن مثلا انستنتينوس اكسلريشن على النقطه بتنقسم لقسمين، في جزء منها اي ان صوب الراديوس، في جزء تي اللي هو بيكون مثل اليو تي، اوكي؟ يعني اثنيناتهم مع بعض الاي ان والاي تي بيعملوا لي التوتال اكسلريشن، كلير؟ هلا يو ان هو يونت فيكتور صوب السنتر، كمان ماجنيتيود ال 1، اوكي؟ فاذا يونت فيكتور يو تي على طول بيكون مثل الفي، الاي ان يو ان بيربنديكولر له صوب السنتر، رح نسجل عليهم فيديو اوكي يكون واضح. و يعني كيف يعني مثلا افرضي انا يا فاذا صرت تعرفي انت انه اليو تي على طول هو مثله مثل الفي والماجنيتيود ال 1، اوكي؟ يعني افترضي انا جيت قلت لك مثلا مثلا ات تي ايكوال 1، ات تي ايكوال 1 احسبي لي اكتبي لي اليو تي ان ترمز اوف اي ام جي، خليني محي هو اوكي. افترضي انا جيت قلت لك ال تي ايكوال 1، افترضي ال تي ايكوال 1 هون، طلعي لي اليو تي ان ترمز اوف اي وجي. ما بكل بساطه يو تي ما هو بقلب القاعده في اوف تي ايكوال 1 على ماجنيتيود في. في اوف تي ايكوال 1 بعوض فيها هون شو؟ بلس تايمز 1 يعني بلس جي. ماجنيتيود في لتي ايكوال 1 بعوض فيها 1 يعني 4 بلس 36 مضروبة ب 1 على راديكال 40. سمبلي بتطلع اليو تي اللي هو اليونت فيكتور ات تي ايكوال 1، كلير؟ فإذا كيف بيكون مثله مثل الفيلوستي؟ يعني إذا تي بيكون مثل الموشن، أوكي؟ هيك بكون أنا اليونت فيكتور يو تي، أوكي؟ كتبته ان ترمز اوف ذا تو يونت فيكتور اي ان جي. يو ان بيكون بيربنديكولر له. أي تانجنشال بتكون يعني مثلا إذا أنا عم بشتغل على هالنقطة يا صبايا، اوكي بعتبر هاي النقطه جزء من سيركل. الانستنتينوس اكسلريشن على هالنقطه بتكون هي جزئين، جزء اي نورمال بيكون صوب السنتر، اي تانجنشال بيكون مع الموشن او يعني تانجنت تو ذا موشن. اوكي هون بيكون في يو تي هون. هلا اذا طلعت الاي تانجنشال نيجاتيف بيكون الاي تانجنشال طلوع بس هالقد، اوكي بس هالقد. كيف انت مثلا اذا عندك اوبجكت عم يمشي ريكتيلينير نيجاتيف بتكون شو؟ يعني عكسها هون اي تانجنشال بعد تانجنتال موشن اذا بوزيتيف بتكون مثل الفي يعني مثل اليو تي، اذا نيجاتيف بتكون عكس اليو تي. اوكي اي ان بتكون هون هذا هو اليو ان بتكون بس هالقد، كلير؟